الشامي يستنجد بالرئيس التركي بعد عودته إلى سوريا، نشر صورته وكشف المستور، سيناريو رح ينعاد. يستمر الفنان السوري عبد الرحمن فواز الملقب بالشامي بحملته التي بدأها منذ أيام لدعم اللاجئين السوريين، لا سيما أولئك الذين يسكنون في تركيا. وجديد القضية يبدو أن محاولات الشامي حصدت بعض النتائج الإيجابية، إذ نشر على حسابه عبر إكس منشوراً كتب فيه: الصحافي والإعلام التركي والحكومي بدأت بالتحرك وبلشت عملية ردع الحملة العنصرية، والرئيس التركي ظهر وتوعد بإعادة حق اللاجئين. نحن معكم وكل عيوننا عليكم، والسيناريو هاد رح أبقى أعيده لحتى كل لاجئنا الحقه، والله يردنا لبلادنا، آمين. الأكيد والبديهي أنه أي إنسان بدالي حيكون شعوره. هذا المنشور حصد تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذين أكدوا على حقوق اللاجئين وعبروا عن سعادتهم وفخرهم بالشامي. الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة عموماً، مو شرط من الوسط الفني، أي حدا ناجح بالدنيا، فما حصور الموضوع بطريقة وردية، بس الحمد لله ما في أي عداء، الأمور كتير بخير وفي إيجابية عالية نحوي من الوسط الفني وخارج، الحمد لله. للعالم اللي بيكرهوني وبينتقدوني إن شاء الله بتوبشوني إياهي. وجاء في بعض التعليقات: وانت ما قصرت يا عبود، ضليت مع الحق ليوصل لاصحابه، وان شاء الله حق كل لاجئ سوري رح يرجع، والله يحمي الكل، ولما يستلم شخص صح لمكان فخورين فيك، وربي يهونها عليهم ويحفظهم ويرجعهم لبلادهم سالمين امنين. كما نشر الشامي صورة للرئيس التركي اردوغان على خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وجاء في تعليق عليها: الرئيس اردوغان يتوعد العنصريين، ونقل قوله: سنكسر كل يد مست اللاجئين، وأكرر القول هنا أننا لن نخضع لخطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والتحريضات. لأنه نحن قومية واحدة، ولأنه نحن دين واحد، ولأنه عنا هذا الترابط، فإذا هن نأذوا نحن ننأذى، وإذا نحن نأذينا هن بينأذوا، ولو مو بشكل مباشر، نفسياتنا كلياتها مو مثل قبل. وكان الشامي قد نشر سابقا منشورا قال فيه: كل شي عم أعمله وعم نعمله لنقول لكم إنكم لستم وحدكم، وسنبقى عم نحكي وندافع عنكم، والحمد لله اليوم كلمتنا تصدرت جميع المواقع. شكراً لكل من دعم من مؤثرين وفنانين، وشكراً لمن لم يدعم، لأنني رح أخذ موقف وأنا مرتاح الضمير، لأن دم أهلي ليس رخيصاً. الجدير بالذكر أن الشامي يستعد لعمل جديد مع المخرج اللبناني فادي حداد، حيث نشر الأخير صورة جمعتهما سوياً وعلق قائلاً: قريباً الشامي، ويعتبر هذا العمل هو الأول من نوعه الذي جمع بينهما.